معنا ونشرة رياضية جديدة من النشرات الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة رياضية داخل الملاعب والأندية والاتحادات الكروية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. فوز الأهلي والزمالك يشعل صدارة الدوري. اشتعل سباق الصدارة في الدوري العام لكرة القدم بعد فوز الزمالك على المصري والأهلي على الإسماعيلي بنتيجة واحدة 1-0 لكل منهما في الجولة 15 للمسابقة. وبهذا الفوز حافظ الزمالك على الصدارة وله 30 نقطة، وجعل الأهلي يواصل مطاردته له برصيد 29 نقطة. هاشتاج مصطفى فتحي الأعلى تداولا على تويتر. دشنت جماهير نادي الزمالك هاشتاج بعنوان مصطفى فتحي، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واحتل الصدارة بين الأكثر تداولا في الترند المصري، وذلك بعد أن أحرز صانع ألعاب الزمالك هدف عالمي لفريقه الوحيد في شباك نادي المصري بالمباراة التي جمعتهما. الأهلي ينفي التعاقد مع نجم الزمالك ويؤكد القمة في برج العرب. نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تعاقد الأحمر مع أحمد حمودي لاعب فريق الزمالك، مؤكدا أن الأهلي يحترم الأندية المتعاقدة مع لاعبيها. وأضاف عبد الحفيظ أن قائمة فريق الأهلي تضم مكانين شاغرين، وقد نقوم بتدعيم بعض المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن تحديد ملعب مباراة الاتحاد هو حق الفريق السكندري سواء بالأسكندرية أو برج العرب، مؤكدا أن لقاء القمة مع الزمالك سيكون ببرج العرب. رسميا الأهلي يرفض عرض الرجاء المغربي. تلقى النادي الأهلي خطابا من نادي الرجاء المغربي يطلب فيه الأخير زيارة الأهلي للمملكة المغربية وأداء مباراة ودية مع نادي الرجاء. وأكدت إدارة النادي على ترحيبها بالدعوة، لكن الظروف الحالية والارتباطات الرسمية المتتالية للفريق لا تسمح بتلبية الدعوة المغربية. إيقاف جده الصغير. قررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة إيقاف اللاعب محمد حمدي زكي لاعب سموحة والمنتقل إليه حديثا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لحين سداد الغرامة المالية الموقعة عليه لصالح الاتحاد السكندري والمقدرة ب 850 ألف جنيه. يد أنجولا تضرب كينيا وتونس تسحق ليبيا بالبطولة الأفريقية. اكتسح المنتخب الأول لكرة اليد الأنجولي نظيره المنتخب الكيني في افتتاح لقاءات اليوم الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 22 والمقامة بمجمع الصلاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 20 حتى 31 يناير الجاري. جاء فوز منتخب الأنجولي على نظيره الكيني بنتيجة 42-14، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20-6 قبل أن يسحق لاعبي أنجولا نظيرهم الكيني خلال فعاليات الشوط الثاني. وظهر على لاعب المنتخب الكيني الإرهاق بسبب وصولهم للقاهرة فجر الخميس بدون جهاز فني. كما فاز منتخب الكاميروني على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 25-16 في المباراة التي جمعت بينهم على صالة 2 باستاد القاهرة ضمن لقاءات الجولة الأولى. سعدت بلقائي معكم، كانت هذه نشرة أخبار اليوم الرياضية، وإلى لقاء جديد في نشرة رياضية جديدة لبوابة أخبار اليوم. كانت معكم نور إبراهيم، بوابة أخبار اليوم.